السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما نقصكم خير بإذن الله. من خلال هذا الفيديو الجديد غادي نتكلموا على واحد القضية خطيرة اللي وقعت بمدينة الدار البيضاء مؤخرا، وهي سرقة السلاح الوظيفي ديال واحد الشرطي. والحمد لله تم توقيف المتورطين، وهم جوج ديال الأشخاص اللي كيعيشوا حالة تشرد. لمزيد من التفاصيل خليكم إلى آخر الفيديو وما تزبيوش. الخبر كيقول أخوتي أنه تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء مساء الأربعاء 3 فبراير الجاري من توقيف شخصين يعيشان حالة التشرد، وذلك للاشتباه في تورطهما في السرقة من داخل سيارة خاصة استهدفت السلاح الوظيفي لموظف شرطة. وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد توصلت بشكاية بالسرقة من داخل سيارة تقدم بها مقدم شرطة استهدفت سلاحه الوظيفي وخمس رصاصات، وهو ما استدعى القيام بخبرات تقنية دقيقة معززة بعمليات بحث ميدانية مكثفة أسفرت عن استرجاع السلاح الوظيفي والذخيرة المسروقة، فضلا عن توقيف المتورطين في هذه القضية. وقد أوضحت الأبحاث الأولية أن المشتبه فيهما ارتكب هذه السرقة عندما كانت السيارة الخاصة بالشرطي مستوقفة بالشريط الساحلي لمدينة الدار البيضاء، وقام بعد ذلك بإخفاء السلاح الوظيفي وذخيرته بإحدى الحدائق بحي سكني قبل أن تصفر إجراءات التفتيش عن العثور عليه واسترجاعه. وحسب المعاينة الأولية فإن السلاح المسروق لم يتم استعماله، ويجري حاليا التحقق من هذه الخلاصات من خلال الخبرات البالستيكية التي يباشرها المختبر التقني للشرطة التابع للمعهد الوطني للعلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني. وتم إيداع المشتبه فيهما وهما من ذوي السوابق القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. وفي الوقت ذاته أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المعني بالأمر، وذلك بسبب ارتكابه لمخالفات مهنية جسيمة تمثلت في إهمال تدابير الحماية والأمان الخاصة بحفظ السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارته. إذا أخوتي هذا هو الخبر، شنقول لكم هذا الشيء خطير جدا ولا يستهان به. هذه القضية عندها خلفيات خطيرة والحمد لله اللي خرجت طريفة. اللي نبغي نقول لكم أنه عمل الشرطي ولا عمل رجل الأمن من أصعب الوظائف ومن أصعب المهن. هاد الناس أخوتي راه عليهم واحد المسؤولية كبيرة بزاف، وكيشتغلوا في ظروف قاسية جدا، الله يحسن لهم العوان. راه حنا منين كنكونوا بالليل ناعس فراشنا ومغطيين ودافين، راه بزاف ديال رجال الامن كتلقاهم كيدوروا في الازقة وفي الشوارع باش يسهروا على الامن ديالنا، وكتلقى كذلك الجنود في الصحراء واقفين على الحدود ديال المملكة المغربية وكيسهروا على امن وامان هاد البلاد. تحية كبيرة لجميع رجال الامن بكل رتبهم، والله يقويهم على هاد العمل ديالهم وعلى هاد المسؤولية الكبيرة اللي ملقات على الكتف ديالهم. ومن بين المسؤوليات اللي على رجال الامن هي مسؤولية حمل السلاح الوظيفي، فهذه اخوتي راه من اصعب المسؤوليات اللي على عاتق رجل الشرطة ولا رجل الامن. يعني كيتعطى ليه داك السلاح الوظيفي خاصو يديرو في عينيه وما يغفلش عليه نهائيا، لان السلاح الوظيفي الا مشى حتى طاح ليه اولا تجلى ليه اولا تسرق ليه راه خطير جدا، راه ممكن يطيح في يد شي حد ويرتكب به شي جريمة لا قدر الله. اذا
كيف ما غنحاسبوا هاد جوج ديال المتشردين اللي سرقوا هاد السلاح الوظيفي ديال الشرطي، فخاص حتى رجل الامن انه يتحاسب على هاد الاهمال ديالو. يعني ديك الامانه اللي تعطاتو علاش ما رد ليهاش البال؟ علاش خلى السلاح في السياره في واحد المكان اللي هو عمومي ممكن يتعرض للسرقه، او لا ممكن شي حد يسرق ديك السياره ويلقى فيها داك السلاح ويمشي يدير به شي جريمه الله لا قدر الله، يمشي يرتكب به شي مخالفه وبزاف وبزاف اخوتي. يعني السلاح الوظيفي واحد المسؤوليه اللي كبيره وكبيره بزاف، ولحسن الحظ ان السرقه ديال هاد السلاح تمت من طرف جوج ديال المتشردين. فتخيلوا معايا لو كان هاد السلاح طاح في شي مريض نفسي ولا عقلي، او لا طاح في يد شي مجرم. الا كان هاد الانسان مثلا مريض وماشي طبيعي راه يقدر ينتحر بداك السلاح، والا كان مثلا هاد الشخص اللي سرق داك السلاح مجرم او لا خدام مع شي عصابه او لا كيتاجر في المخدرات راه غيشد داك السلاح ويرتكب به جرائم وجرائم، شكون غادي يشدو اخوتي؟ فهمتوا الخلفيات الخطيره ديال هاد القضيه؟ هاد الشيء اللي بغيت نوصل لكم اخوتي من خلال هاد الفيديو. من جهه اخرى للاسف ان هاد رجل الامن او هذا الشرطي ما قدرش انه يحافظ على السلاح الوظيفي ديالو، اذا كيف سوف يسهر على الامن والامان ديال المواطنين؟ الا انت ما قديتيش تحافظ على السلاح ديالك، اذا كيفاش غادي تادي المهنه ديالك على اكمل وجه؟ من جهه اخرى المديريه العامه للامن الوطني عندها قانون صارم يدير استعمال السلاح الوظيفي، ولا وقع شي مشكل راه كيتم معاقبه رجل الامن على المخالفه اللي ارتكبها بخصوص هذاك السلاح الوظيفي، وراه ما كيتعاتقوش. مثلا القضيه اللي امامنا اليوم راه كيف ما تم اعتقال هاد جوج ديال المتشردين وغادي يتحاسبوا، فحتى الشرطي راه غادي يدوز من المجلس التاديبي وشوف الله وعلم شنو غادي يديروا معاه بسبب الاهمال ديالو للسلاح الوظيفي اللي تعطاه، هذيك الامانه الثقيله اللي تعطاته. فمن كثره الحوادث مؤخرا اللي كنسمعوها اللي كدار بالسلاح الوظيفي، شحال من شرطي انتحر بالسلاح الوظيفي ديالو، شحال من شرطي ارتكب جريمه في حق اشخاص اخرين بواسطه السلاح الوظيفي. هذا علاش كنقول انه ناقوس الخطر يدق اخوتي، وفعلا حان الوقت للتفكير ومراجعه هذه القضيه ديال ان رجال الشرطه يديو معاهم السلاح الوظيفي للمنازل ديالهم. انا اقترح بحالي بحال مجموعه ديال الناس ان رجل الامن منين يسالي فتره العمل ديالو فيترك هذاك المسدس في التكنه اولا في الاداره حتى يرجع ليه الغد ليه، وما يديهش معاه المنزل ديالو، وبالتالي هكذا غادي نحدوا من كثره هاد الجرائم اللي كتم باستعمال السلاح الوظيفي ديال رجال الامن. لان اخوتي راه رجل الشرطه ولا رجل الامن حتى هو كيبقى انسان بحالنا بحالو، حتى هو كيغلط بحالنا بحالو، لذلك من الافضل انه السلاح يبقى في التكنه اولا في الاداره اولا في المخزن حتى يرجع ليه الغد ليه. من جهه اخرى راه ممكن هذاك الشرطي يكون سالى خدمته راجع في الليل لدارو، يدوز من شي حي خايب مثلا يتعرضوا ليه بعض المجرمين لا قدر الله بالسيوف ولا بالسلاح ديالهم ويسرقوا ليه السلاح الوظيفي، صحه يعرضوا للخطر ويشفروا ليه السلاح الوظيفي، وممكن يديروا به جرائم كثيره، ممكن يعرضوا به حياه المواطنين للخطر. هذا علاش انا كنقول من الاحسن ان يعني رجل الامن منين يسالي خدمته يحط السلاح الوظيفي في المخزن حتى الغد ليه، منين يبدا توقيت العمل ديالو عاد ياخذه، والعشيه منين يسالي يردو للاداره، وهكذا غادي نساليو من هاد السلسله ديال هاد الجرائم اللي ولينا كنسمعوا مؤخرا واللي كدار للاسف باستعمال السلاح الوظيفي. باش غنسالي هاد الفيديو تحيه كبيره كبيره بزاف لرجال الامن اللي كيسهروا على امن وامان البلاد ديالنا وكيسهروا على امن المواطنين، شكرا لكم والله يحفظكم، الله يدير تاويل الخير للجميع يا ربي امين، والله يدير تاويل الخير لهذا الشرطي هذا اللي وقع في هذا المشكل هذا بسبب هاد جوج ديال المتشردين واللي عندهم سوابق قضائيه واللي استغلوا الغياب ديالو وفتحوا السياره وسرقوا السلاح الوظيفي والذخيره
وداوه وخزنوه في واحد الجرده، الله اعلم شنو كانوا ناويين يديروا به، لا ربما كانوا ناويين انه يرتكبوا به جرائم السرقه او ناويين يصفيوا به شي شخص، ولكن اللهم لك الحمد خرجات طريفه. يعني كنتمنوا ان هذا الشيء ما يتكررش مره اخرى، يا ربي امين. شكرا على الحضور ديالكم، تهلاو ليا فراسكم بزاف، مع السلامه.